الزول عليكم، مرحبا يسوان القناة كريس هابي حملك هاتس هاتس. اليوم رانا ان شاء الله طريق الرابط ما بين بيتنا مسيلة، يعني طول الطريق الوطني رقم 28 وين يبيعوا لاكاس تاع حوادث المرور السيارات. والله الفيديو هذا عملته تقريبا على جال الحاجز الوسطي اللي ما بين لوطوروت ولوطوروت، كما راكم تشوفونها في الفيديو اراه ما كانش، وتسبب في حوادث بزاف 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 تقريبا يوميا، مع العلم انه الطريق هذا تخدم عنده تقريبا عامين مازال الى يومنا هذا بدون حواجز، مما تسبب في وفاة الكثير الكثير الكثير. راه قدامنا الغالي والنفيس، من بينهم ربي يرحمه عمي علي صاحب مؤسسة نقل المسافرين اللي تغدر مسكين في الطريق هذه. راه نسأل الله تعالى أن يدخله فسيح جناته. يعني هنا كما راكم تشوفوا تقريبا كامل الطريق من باريكا حتى الدخلة تاع بلدية الجزار، دايرة الجزار كامل اللي يبيعوا لاكاس. هنايا تشوفوا لونجا، تقريبا لونجا تاع عدد المقاولات هي عدد خشين، والقدام شوية تصيبو تاع الفيكيل السيارات السياحية على مختلف أنواعها، مع العلم أنه ناسها يعني طيبين بزاف بزاف بزاف، كامل يمتهنوا التجارة وقدم في الميدان هذا ومعاملة وكل شيء. يعني مام اللي زورها يلقى معاملة مليحة عندهم، ومتوفرين المرافق بزاف كما لي ريستوران القهاوي، كل شيء كاين هنا تقريبا. هما كان والو سما، ومن بعد شوية تصيبو مع الفيديو كي يكمل تقريبا تصيبو لاكاس تاع السيارات. هذا مكان، ونتمنى ان شاء الله يسرعوا يخدموا الحواجز هذه. والله الناس راهي عيات عيات بزاف فيه.